أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 3. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون معانا النهاردة في اللغة الإنجليزية مستر أحمد غنيم، أستاذ اللغة الإنجليزية بمدرسة إمبابة الثانوية العسكرية بنين. مساء الخير يا مستر. مساء النور يا فندم، شرفنا وتشرفنا كالعادة، شرفت ونسيبك بحضرتك. مع طلابك. اتفضل يا حبيبي. بإذن الله ربنا يوفقني النهاردة وأقدر أخدم شريحة كبيرة من طلبة الثانوية العامة. طلابنا طبعا ممكن يكون في اللغة الإنجليزية بعض المشاكل عندنا، فإحنا لو بدأنا ببساطة كده مع بعض بإذن الله، ونستخدم البورد برضو عشان تبقى حاجة لايف، لأن الطلاب بيحبوا الشغل لايف. تمام، وبإذن الله ربنا يوفقني وأقدر أوصل المعلومة مع الطلاب بتوعي بإذن الله. اتفضل ربنا يا مستر. يوفقني. اتفضل يا حبيبي. إحنا طبعا بإذن الله النهاردة يا أولاد هنشرح مع بعض يونيت 1. يونيت 1 اسمه رايترز أند ستوريز، اسمه جميل. رايترز أند ستوريز. جميل. فيونيت 1 فيه كام تنس هنشرح الجرامر بتاعه. فالجرامر بتاع يونيت 1 بيتكلم في 3 تنسز، 3 أزمنة. جميل. Past simple tense، ماضي بسيط. ال past continuous، ماضي مستمر. ال past perfect، ماضي التام. فلو تمام. خدنا الأول ال past، ال past simple بناخد الأول إيه؟ الفورم. عشان أنا دلوقتي في جملة التشويس أعرف أختاره لازم أبقى عارف الفورم بتاعه. فالفورم بيقول عليه إيه هو؟ هو السكند كونجكيشن، أو هو التصريف الثاني للفعل. يبقى أنا لما أجي أستخدم هذا الزمن لازم اكون مستوعب الفورم بتاعه، الا وهو الايه؟ التصريف الثاني للفعل. ولما اجي اصرف الفيرب، الفيرب ليه تصريفين. جميل. في تصريف عادي يسمى ريجولر، اللي هو المعتاد، اللي هو المنتظم العادي خالص. وفي تصريف ايرريجولر، يبقى كده في تصريف عادي وتصريف شاذ. التصريفات العاديه زي فيرب، زي مثلا ايه؟ لما اقول سي بلاي، لما اجي اصرفها اقول بلايد اخرها اي دي. جميل. فيرب زي لاف اخره ايه؟ يبقى اضيف دي. فيرب زي ستوب اضعف البي علشان اولها فاول، حرف متحرك. فيرب زي ستادي اشيل الواي واخليها اي اي دي عشان اخرها واي وقبلها حرف كونسونانت، حرف ساكن. سواء قلت بلايد، سواء قلت لاف، سواء قلت ستوب، ستوبد او ستادد، يبقى سيان هو فيرب ريجولار، فيرب عادي. تصاريف الافعال مهمه جدا، هي اللي بتحركني في هي اللي بتحركني في تكوين الازمنه. جميل. الفيرب الريجولر بقى فيرب زي كات، لما اجي اصرفه كات كات كات، وزاوت تشينج ما بعملش فيه اي تغيير. فيرب تاني زي مثلا كات كات كات. فيرب زي سينك، لما اجي اصرفه هقول صوت صوت، يتغير مره واحده. فيرب زي باي، بوت بوت. تمام. سينك اعتقد وباي اشتري، ده لو هنترجم يعني. فيرب زي جو، لما اجي اصرفه يبقى وينت. تمام. والتالت بتاعه جن. فيرب زي سي، سو سين، دو ديد دون، يبقى فعل وزاوت تشينج ما بيتغيرش. فعل بيحصل له تشينج تغيير واحد بس، فيرب بيحصل له تو تشينجز تغييرين. ده جميل. الفورم. جميل. الباست سيمبل تنس مهم جدا في تكوين الازمنه. كده بقى ايه الفورم؟ طب ما هو كل زمن ليه الكي ووردز بتاعته، كلماته الداله. جميل. اللي هي بتحرك اليوسج، الاستخدام بتاعه. الكي وورد، الكلمات الداله بتاعت الزمن ده، كلمات بسيطه متعارف عليها بندرسها من اعدادي، زي يسترداي، وزي لاست، وزي اجو، وزي ان ذا باست، وكلمه زي وانس اللي هي معناها ذات مره، في كلمه زي فورمرلي او بريفيوسلي، سابقا. يعني مثلا سي فورمرلي، سابقا اي ميت ا فيمس كاركتر، قابلت شخصيه شهيره مثلا لايك ابو تريكه، الكلام ده كان حصل امتى؟ فورمرلي. اي ونت تو سكول يسترداي، ذهبت الى المدرسه بالامس. مثلا ايه؟ اي روت ماي هوم ورك. طبعا كده الزمن لو بتعمل تشويس اتك على الحته دي كده بختار تصريف تاني للفعل، والفعل نوعه شاذ. اي روت ماي هوم ورك، انا كتبت واجبي 2 اورز اجو. طبعا كل كلمه احنا قلنا يسترداي ولاست واجو ان ذا باست وانس وفورمرلي اي تي سي، كلمات الى اخره كثيره بتعبر عن ايه؟ اول يوسج بتعبر عن فينيش ذا اكشن، حدث منتهي، منتهي. حدث انتهى تماما ان ذا باست،
حدث انتهى في الماضي وليس له رجعة بدليل I wrote my homework كتبت واجبي 2 hours ago منذ ساعتين. طبعا لو انا حبيت اعمل question ما انت لازم برضو وانت شغال في الـ في في, في التنس تعرف تعمل الفورم بتاع السؤال. فاكون سؤال اقول ايه هاو لونج اجو. جميل. طلبت الاعزاء اي اجابه فيها اجو اجو بتيجي فين في الاخر جميل. زمانها ماضي بسيط باست سيمبل. طب هاو لونج اجو منذ متى. انا عود نفسي ان كل فيرب كل زمن ليه هيلبنج فيرب فعل مساعد. فالفعل المساعد المره دي هيبقى الباست سيمبل الفعل والفعل المساعد ده مهم جدا بيعمل النيجاتيف. ديد يو جو تو سكول يس اي ديد نو اي ديدنت. فانا كده بعمل تكوين بديد كفعل مساعد في السؤال واعرف انفي بي واعرف اعمل بي شورت انسر. ديد يو جو اقول يس اي ديد نو اي ديدنت. وصل الكلام. هاو لونج اجو ديد يو رايت. ايه اللي حصل للفيرب ديد بتعمل ايه. ديد بترد الفيرب الى الانفينيتيف الى ايه رجع للمصدر تاني بترجع للايه للمصدر. شاطرين يا اولاد. هاو لونج اجو ديد يو رايت يور هومورك كتبت واجبك من قد ايه. كتبت واجبي 2 اورز اجو كتبت واجبي منذ ساعتين. ده ايه الفيرست يوسج الاستخدام الاول. الاستخدام الثاني لما اجي ايه تيلينج ستوريز للقصص والحكايات لما اجي اروي او للكونسيكونس اوف ايفنتس لتتابع الاحداث. تتابع الاحداث تمام. لما اجي اقول ايه وين مثلا ذا رايتر لما الكاتب هاد ان ايديا. خد بالك ان هاف وهاز تصرفها هاد. خلي بالك من الحته دي عشان بعض الطلبه فيرب تو هاف بتجهله شويه او بايه بتنساه. وجوين دي بنت لذينه هتشوفها معانا في التنسس كلها بتعتمد على المعنى. وين ذا رايتر هاد ان ايديا لما الكاتب جات له الفكره. او فيرست. طب سكند عمل ايه. هي رود ذا ستوري كتب القصه جات له الفكره وبعدها كتب الستوري كتب القصه. ولو هنتكلم بقى لو القصه اتكررت علينا السنه دي ذا بريزونر اوف زند لان في كلام انها ممكن تبقى ريدنج جاست فور ريدنج. جاست فور ريدنج. فهقول ايه وانس ابون ا تايم. ما انا بحكي بقى كان يا مكان ايام زمان. بطل القصه اسمه راسندل. طبعا لما ناخد ذا بريزونر اوف زند هنتكلم عليه ان ديتيل. البطل مت باست سيمبل ميت كانت دبل اي بقت مت. انا لازم احفظ التصاريف. راسندل مت. قابل ذا كينج ان ذا فورست. قابل الملك في الغابه. ما انا بحكي اهو. بعد شويه هي بيكيم ذا كينج باي تشانس بالصدفه كده حصل سمثينج حدث معين في القصه. بس انا مش هحكي القصه. لا ده انا بدي هنت. تمام. مجرد ايه اشاره اكسلنت. مجرد اشاره الى ان انا ايه تيلينج ستوريز. طب حاجه ثانيه عشان الباست سيمبل ما ياخدش مننا اكتر من كده وقت. الحاجه الثالثه بقى بيعبر عن هابت عاده. العاده دي ان ذا باست فين في الماضي. في الماضي بدليل اقول وين اي ووز يونج وانا صغير بحكي اهو. اي يوجوالي انا كنت متعود ان انا رود الماضي من ايه رايد. من رايد ريجولار ولا ايه الريجولار. الريجولار. وين اي ووز يونج I usually rode a bike. الكلام ده كان امتى؟ وانا صغير. When I was young. طب تيجي نقولها تاني. When I was young. ممكن اعمل حاجة تانية. اروح حاطط تركيبة ايديا مصطلح اسمه used to. used to للتعبير عن عادة in the past. وانا صغير I used to. ايه اللي هيحصل لرود؟ هتبقى رايد. احولها لايه؟ للانفينيتيف. When I was young I used to ride a bike. بس خد بالك ليها حاجه كده لازم تاخد بالك منها. بص كده وانا بقولها تاني. When I was young I used to ride a bike but now I no longer do. لم اعد افعل ذلك. افعل ذلك يبقى عاده انت اعتدت تعملها في الماضي وبطلتها دلوقتي. And I never do it again. خلاص اقلعت عنها بطلت اعملها تاني. وخد بالك برضو انه بيجي مع بعض الكونجنكشنز بيجي مع بعض الروابط. اف الحاله السكند اف اي وير يو لو كنت مكانك. اف اي وير ريتش يجي في الحاله السكند. بعد شويه يجي مع افتر. بعد شويه يجي مع بيفور هشرحها ان ديتيل. بعد شويه يجي مع وايل.
هتتشرح ان ديتيل. وفي يونت 2 يجي مع سنس، يجي مع اكسبريشنز، مصطلحات معينه زي لفظ اسمه اتس تايم. اتس تايم حلوه قوي في الترانسليشن، في الترجمه معناها حان الوقت. اقول ايه؟ اتس تايم فور ذا ايجيبشنز، حان الوقت. اتس تايم ذات، اي ام سو سوري، اتس تايم ذات، حان الوقت ان وي، بلاش نقول ذا ايجيبشن، ساكريفايزد. What is the meaning of sacrifice؟ يضحي بي. يضحي. حان الوقت ان احنا sacrificed، نضحي ب ourselves، نضحي بانفسنا for Egypt. من أجل مصر. خد بالك بقى من حاجة. بص الاكسبريشن اسمه ايه؟ It's a time. طب بص الزمن ايه؟ Sacrificed. Bust simple. تمام. وفي لفظ تاني اسمه ايه؟ I'd rather. اقول لك ايه؟ I'd rather you. افضل لك ان، for advice، للنصيحة. You pray every day، افضل لك تصلي كل يوم. بديك نصيحه. يبقى انا الباست سيمبل اعاده سريعه، هو التصريف الثاني للفعل ريجولر او ايرريجولر. ليه اربع استخدامات. الاستخدام الاول حدث فينيشد، انتهى تماما في الماضي. فور تيلينج ستوريز، بيستخدم للقصص والحكايات. بعد كده بيستخدم للتعبير عن هابت باستخدام مصطلح اسمه يوزد تو، زائد المصدر I used to ride a bike، اتعودت اركب عجله. But I no longer do، ولكنني لم اعد اركب العجله. وخد بالك تاني انه بيجي مع روابط زي اف وافتر، وقلنا زي سنس وزي وايل، وهنشرحه بالتفصيل. وبيجي مع لفظ اسمه اتس تايم واي درازر. ده ايه الزمن الاولاني. نخش في التاني. يونت 1 3 تنسز، ثلاث ازمنه. الزمن التاني بقى الباست كونتينوس بالعربي، الا وهو الماضي المستمر. احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم في ايه؟ في الفورم، الشكل او التكوين. عشان اعمل الفورم بتاع الزمن ده بحط ووز او وير، فيرب تو بي في الماضي. طبعا ووز سنجلر، وير بلورال، مفرد وايه؟ وجمع. يعني الضمير اي ياخد ووز، الضمير زي ياخد وير. حلو. ووز او وير، والفيرب فيه اي ان جي. وخد بالك وانت بتحط اي ان جي، فيرب زي كم اخره اي، اعمل ايه وانا بحط اي ان جي؟ امسح الاي تبقى كامين، عشان ما نكتبش السبيلنج غلط. فيرب زي هاف، اشيل الاي تبقى هافينج. ناخد بالنا بالله عليكم بالسبيلنج، احنا في ثانويه عامه وهتتحاسب على السبيلنج وانت بتكتب الاي سي. فعشان نكتب صح ولازم الجرامر بتاعك يبقى صح عشان يظبط لك الاي سي، لازم الجرامر يبقى صح عشان يظبط لك الاي سي. كم تبقى كامين. طب فيرب زي هيت، الحرف قبل الاخير ماله؟ حرف فاول. طب الحرف الاخير ماله؟ كونسونانت. جميل. واحد متحرك اروح اعمل ايه في الحرف الاخير؟ اروح مضاعفه، هيت تبقى هيتنج، دبل تي. خد بالك من الحته دي. طيب الزمن ده بيتعمل من ووز او وير والفيرب اي ان جي. الزمن ده يعتبر ملوش كي ووردز. جميل. لكن ليه لينكرز، روابط. هنشوف. وغير الروابط ليه مينينج، ايه المعنى بتاعه؟ اول يوسج لي حدث كان مستمر، it was going on، كان شغال. في exact time، في وقت محدد. بس الوقت المحدد ده فين؟ في الباست. يبقى حدث ماله يا اولاد؟ كان شغال، قاعد شغال. بس في for a period of time، له فتره معينه. زي لما اقول ايه؟ at 9، يبقى الوقت المحدد الساعه كام؟ 9. 9 PM مساء. last night، ما هي الفكره فوق اهي. الساعه كام يا اولاد؟ الساعة 9 امتى؟ الليلة الماضية. يبقى ايه المينينج ماشي مع الجملة اهو. يبقى حدث كان مستمر في مستمر وقت محدد في الماضي، في وقت محدد في الماضي. At 9 PM last night I was shopping. خلي بالك ووز مع اي، فيرب اي ان جي. I was shopping in Arabia mall. كنت بقى ايه؟ بتسوق في مول العرب. امتى الكلام ده؟ حتى لما اجي اسألك question اقول لك ايه؟ what. بص بقى الكويستشن يجي ازاي. لما اقول اي ووز، انا لما اسالك هقول يو. فيحصل ليه الووز؟ تبقى وير. تبقى وير. وات وير يو دوين، كنت بتعمل ايه؟ وات وير يو دوين، كنت بتعمل ايه؟ ات الساعه كام يا ولاد؟ 9 o'clock. ات 9 بي ام. 9 بي ام لاست نايت كنت بتعمل ايه؟ ات اريبيا مول. هترد تقول اي ووز ايه؟ شوبينج. اي ووز شوبينج. طب الزمن ده برضه ليه ميزه ثانيه.
بيعبر عن حدث was going on an event. حدث كان شغال، حدث كان مستمر. And another action came to cut it. وراح جاي stop it، راح موقفه. حدث كان مستمر وقطعه حدث آخر. يبقى حاجة كانت شغالة وجت another event أو another action stopped it، تسبب في توقيفه بدليل. بس المرة دي مش هديك معنى واسيبك، لا، ده أنا هديك روابط. رابطة زي إيه؟ رابطة زي وايل. ها أنتوا عارفين بتساوي as. ها بتساوي just as. جميل. ها اللي مدوخانا وين ومحيرانا وبتظهر في كل حاجة جبتها من شوية في تتابع الأحداث والقصص والحكايات والعادة في الماضي اسمها إيه؟ وين. بص بقى عشان نتفق مع بعض كده، هي زيهم وتحس انها بنت عمهم متفق معاهم شوية وتختلف، يبقى هي متفقة وشوية هتختلف كده. جميل. متفقة. طبعا لازم احط سبجكت، الحتة دي مهمة جدا، وايل اي، لان لو اتشال السبجكت هيحصل حاجة في القاعدة. فلازم اركز ان في فاعل. اي تاخد وز ولا وير؟ وايل اي وز رانينج مفرد وانا بجري. حدث شغال اهو. تمام. ايه اللي حصل؟ وانا بجري اي فيل داون، وقعت. وقعت. يبقى حاجه وقفت حاجه. تمام. وايل اي ووز ايتينج وانا باكل، اللايت وينت اوت، النور كهرباء قطع. قطع. وايل اي ووز بلاينج وانا بلعب، وانا بلعب اي بروك ماي ليج، رجلي اتكسرت. يبقى حدث شغال. وخد بالك احنا كبار، ما احنا ممكن نعمل ايه؟ نعكس، نحطهم فين؟ في النص. تبقى الجمله ماشيه ازاي؟ اي فيل داون، انا وقعت، انا وقعت. ها وايل او از او جاست از وين اي ووز رانينج، يعني من الاخر، جم في الاول جم في النص وراهم، ماضي مستمر. عشان وانا بعمل تشويس ما اغلطش، وانا بعمل ترانسليشن ما اغلطش. يبقى جم في الاول جم في النص احط وراهم ماضي مستمر، ماضي مستمر. وايل اي ووز رانينج وانا بجري اي فيل وقعت. طب ما تاخد بالك من المعلومة دي، اتفقنا ان هما جم في الاول جم في النص وراهم ماضي مستمر. افرض انا هعمل كده، هقول كده I was running، انا كنت بجري. ها وعايز احط واحدة من الاربعة في اختياري، I fell down. سامعك انت شاطر، عايز تجيب الفول مارك في الانجليش، عايز تجيب 50 من 50، طب القصر العيني، جميل، هندسة، انت عايز تخش ألسن انجليش، عايز تخش تخصص ادبي او علمي، كلكم اولادنا، ما بيميزش بين ادبي وعلمي، كلكم اولادنا. انت مركز وجالك تشوز احط مين؟ وين. يبقى نسال بعض بقى، تحس ان وين دي فليكسبل، مرنه، تتحرك بمزاجها. جميل. جت معاهم وراها باست كونتينوس. طب ولما تنفرد لوحدها يجي وراها الحدث اللي وقف اللي هو الباست سيمبل، حتى لما تيجي تترجمها بالعربي تمشي معاه. كنت بجري عندما وقعت، هينفع اقول كنت بجري اثناء ما وقعت؟ مش هتمشي حتى بالعربي. يبقى تاني الاعاده فيها افاده. جميل. والتكرار بيفيد الشطار. نقول تاني، مظبوط، وايل او از او جاست از او وين، جم في الاول جم في النص وراهم ماضي مستمر، باست كونتينوس. طب وين ملعونه؟ اتفقت شويه اختلفت، جاي وراها باست سيمبل، ماضي ايه؟ ماضي بسيط. طب ما تيجي نريح دماغنا ونشيل السبجكت. انت راجل بتتكلم لغات، بتحب الفرنش، ما تيجي نمسح السوجي بالفرنسي، ما تيجي نمسح، تعال نشيله. اقولها ازاي؟ اقول وايل تنفرد بالمعلومه، وفي الامريكان انجليش عشان احنا بقى ايه، جت في اختياري ثانويه عامه قبل كده، قال لك ممكن احط وين. ايه ده؟ يبقى وين ممكن تاخد فيرب اي ان جي، وين رانينج، بس مش شائعه الاستخدام. الاكثر استخداما هي كلمه وايل. طب انا ما في الاتش وايل في التشويس الاقي ايه؟ الاقي حرف الجر اون. يبقى حرف الجر اون يلعب نفس الدور بتاع مين؟ بتاع وايل. عند عدم وجود فعل هتبقى اون رانينج. هتقول لي طب اترجمها ازاي يا مستر؟ اثناء الجري، عند الجري، مش هتفرق. يبقى وايل او حرف الجر، البروبوزيشن اللي هو حرف الجر اون،
عند عدم وجود فعل احط فيرب اي ING. عند الجري اي فيل داون، وانا بجري وقعت، وكمان انت ممكن تحطها في النص اقول ايه اي فيل داون، ايه اللي حصل لي؟ اون رانينج، انا وقعت اون رانينج او وايل رانينج. فاضل معلومه في الباست كونتينوس بس عشان مساحه السبوره، يبقى اتفقنا الباست كونتينوس الزمن الثاني نهدى ونراجع شفوي مع المستر. الفاعل المفرد احط ووز، تراي تو لوك ات ذا كاميرا وايل ريد. الفاعل المفرد احط ووز، الفاعل جمع احط وير، والفيرب اي ان جي حدث كان مستمر في وقت محدد في الماضي، او حدث كان مستمر وقطعه حدث اخر، ولما امسح الفاعل مع وايل او حرف الجر اون احط فيرب اي ان جي. طب ايه الاستخدام الثالث يا شاطرين؟ الاستخدام الثالث كالاتي، يجيب لك ايه؟ تو اكشنز، حدثين. ده الاستخدام الثالث، حدثان مالهم؟ وير جوينج اون، حدثان مستمران في وقت واحد ات ذا سيم تايم. يبقى حدثان مالهم يا اولاد؟ ماشيين في وقت ايه؟ واحد. حتى بنقول عندنا في الانجليش في الجرامر ماشيين مع بعض ات ذا سيم تايم، ات ذا سيم تايم في وقت واحد. لم يقطع احداهما الاخر، احداهما الاخر. برافو عليك مستر احمد، متابعني. حدثان مستمران في وقت واحد لم يقطع احدهما الاخر، بدليل وايل بينما اي واز praying، وانا بصلي، هذا الشغال اهو. ان ذا باست ماي ماذر، امي واز كوكينج، انا بعمل ايه وهي بتعمل ايه؟ انا بصلي وهي في حاجه قطعت حاجه. لا. يبقى الحدثين ايه؟ مستمرين، في ات ذا سيم تايم، في نفس الوقت. يبقى حدثان مستمران في وقت واحد لم يقطع احدهما الاخر. طب ما تيجي ناخد ملحوظه، ومستر احمد معودنا على الملحوظه، نوت، خد بالك، تكير، فبنسميها ملحوظه كلبوزه عشان تاخد بالك. ايه ملحوظتنا الجميله الكلبوزه؟ ان احنا عودنا نفسنا ان وايل بيجي راه باست كونتينوس مع وجود الفاعل. جميل. وقلنا عند عدم وجود فاعل بحط فيرب اي ان جي. طب افرض انا مش عايز استخدم جمله فيها فاعل وفعل ولا فيرب اي ان جي، اروح مستخدم اداه ربط اسمها ديورينج. بس ديورينج ليها ميزه، بيجي وراها ناون. بيجي وراها ايه يا اولاد؟ ناون. ايه المقصود بناون؟ اسم. الاسم. بدليل في القصه ممكن اقول ايه؟ ديورينج اثناء ذا كورونيشن. وات از ذا مينينج اوف كورونيشن؟ تتويج. اثناء حفله التتويج. مثال شفوي، ديورينج ماي ماريج، اثناء جواز. ديورينج ذا ارمي، اثناء ديورينج ذا فيستيفال، ديورينج ذا ماتش، وهكذا بقى اي تي سي الى اخره. اثناء حفله التتويج البطل ابو شعر احمر اسمه راسندل. راسندل هاد، عشان برضو لو انا بحكي فكره عن ذا بريزونر اوف زيند عشان ما تتوهوش مني، كان شعر احمر فعلا شكله ده الابيرنس بتاعه. ديورينج ذا كورونيشن، اثناء حفله التتويج، راسندل عمل ايه؟ سو شاف الايه؟ الهيروين، البطله. ما هو ده البطل، لازم في بطله. شافها فين؟ اسمها فليفيا. يبقى البطله اسمها ايه؟ فليفيا. شافها ان ذا فيستيفال، في حفل التتويج. يبقى ديورينج، امزتها يا اولاد عشان نخلص من الزمن ده، يجي وراها اسم. يبقى لاست بات نوت ليست، اخيرا وليس باخرا لان اليونت مخلص، هنقفل الجزئيه دي السكند بارت، الجزء الثاني من القاعده، الا وهو ديورينج جاي وراها ايه يا اولاد؟ ناون. والناحيه الثانيه برضه باست سيمبل، حدث اهو، تحس ان فعلا كان في استمراريه هنا، وفي الناحيه الثانيه باست سيمبل برضه. ادي حاجه. جميل. الاقوى، وده جيت شوز عليه في ال 30 جمله في امتحان 2020 دفعه كورونا اللي مشيت، ويا رب كده الامور تمشي معانا كويس، ويا اولاد لازم الحلقه تتفرج عليها تاني وتشوفها عشان ايه؟ تستوعب. نهدى شويه بقى عشان الزمن ده مهم. اسمه ايه الزمن؟ الباست بيرفكت بالعربي اهو، يقصد بيه يا اولاد؟ الماضي التام. الماضي التام. الفورم بتاعه لو هنتكلم في الشكل او التكوين بيتعمل من ايه يا حبايبي؟ بيتعمل من هاد، وهاد ليها ابريفيشن. المقصود بالابريفيشن اختصار. اختصار. هاد اختصارها ابوستروف دي. والتصريف الثالث، طب لو انا عندي مشكله في الكونجكيشنز، تصاريف الافعال، يقع مني القاعده، فلازم اكون متمكن. عشان كده في الباست سيمبل
ركزت على التركيز، فعل عادي وفعل شاذ، العادي ما فيهوش مشكله، بينتهي بايدي، الشاذ انت بتحفظه، ده مش مسؤوليتي. يبقى الفورم بتاعه تاني يا اولاد بيتعمل من هيد بلس بي بي وبي بي. نيجي بقى لاستخداماته، هو ملوش كلمات داله. اول استخدام احنا بنالف له كلمات داله. الاستخدام الاول حدث، تم، قبل. خد بالك من دي، حدث تم قبل حدث اخر في وقت محدد في الماضي. طب ازاي ده؟ يعني ايه حاجه حصلت قبل حاجه؟ يا خايب، هو الفيرست اكشن الحدث الاول. طب ما تيجي نشوف الكلام ده. فوق هنا كنت بقول ات، حدث كان مستمر في وقت محدد، ده حصل قبل حاجه بدليل باي. اوعى تترجمها بواسطه، لان في باي بتاعه الباسيف. ذا ليسن واز اكسبليند باي مستر احمد، الدرس اتشرح بواسطه مستر احمد. باي دي معناها ايه يا اولاد؟ بيفور بتساوي معناها قبل. ولو مش عايز تستخدم باي استخدم بيرير تو، دي معناها قبل. استخدم بيفور مش هتفرق. باي 9 بي ام قبل الساعة 8 مساء. يسترداي قبل الساعة 9، ايام سو سوري، قبل 9 يعني الساعة 8 ونص. جميل. يبقى يعتبر اللي انت بتتكلم عليه ده هو السكند اكشن، لان انت قبله. باي او بيريور تو او بيفور، قبل الساعة 9 امبارح ايه اللي حصل؟ I had finished، انا خلصت all my school homework، خلصت الواجب بتاع مدرستي، فنيته. ده امتى الكلام ده؟ امتى؟ قبل الساعة كم؟ 9. يبقى باي او بيريور تو او بيفور وراها وقت محدد في الماضي، استخدم معاها باست بيرفكت. طيب ما تيجي نشوف حاجة تانية، احنا مش شرط نستخدم له كلمة تانية دالة زي باي او بيريور تو او بيفور. تعال ناخده بالمينينج بقى، بالمعنى. المعنى بتاعه لذيذ وجميل، بيقول لك ايه؟ هو الفيرست اكشن، هو الحدث الاول، او ساعات يقول عليه هو الاولدست، هو الحدث الاقدم. يبقى ايه مستر يا اولاد؟ هو الحدث الايه؟ الاول او الاولدست يعني اقدم من بين احداث في الباست. اقول لك على حاجه يعني، سي حضرتك عملت 3 4 حاجات، يبقى الفيرست 1 باست بيرفكت يتعمل من اعاد زائد التصريف الثالث للفعل. يبقى تاني الاعاده فيها افاده عشان الزمن ده مهم جدا. تاني اسمه ماضي تام، ماضي تام هدو التصريف تالت، حدث تم قبل حدث اخر بدليل كلماته الداله باي او بيريور تو، وساعات اقول بيفور، ودي الوقت المحدد في الماضي واحط باست بيرفكت، اختار ماضي تام غيره. عشان تعرف تعمل فرق بين الثلاث ازمنه، الباست سيمبل والباست كونتينوس والباست بيرفكت. طب هو الحدث الاول ده الاستخدام الثاني، او الحدث الاقدم من بين احداث في الماضي بدليل. تعال نقول I was told، انا اخبرت. لما تيجي تترجم الجمله هتلاقي ده السكند اكشن. هتقول لي ايه يا مستر، مش انت بتقول لي الحدث الاول، يعني الحدث الاول لازم اجيبه في الاول؟ لا يا بابا، I was told that، انا عرفت ان مستر احمد هاد او هاد بوت، وصل لمعلوماتي ان مستر احمد هاد بوت انيو موبايل. بالله عليك تيجي نعمل ترانسليشن؟ هو مش لازم مستر احمد يجيب موبايل الاول؟ طب وايه السكند؟ المعلومه تجيلي، يبقى تلقائي كده. انا مش هحفظها لك في التشويس، لما تلاقي ده باست سيمبل في الباسيف، لان حد اللي قال لي، يعني someone told me، حد قال لي، يبقى I was told، انا اخبرت. مش لازم مستر احمد يشتري الموبايل في الاول عشان انت في التشويس تاخد هات بوت. مظبوط. يبقى الباست بيرفكت الاستخدام الثاني بتاعه عشان واحنا بنمسح السبوره تركز معايا، الا وهو هو الحدث الاول من بين احداث في الماضي. تعال ندعم فكره انه
الحدث الأول من بين أحداث في الماضي. ندي مثال تاني وتالت ورابع ليه؟ عشان أنت ممكن ما تكتفيش بالمثال بتاع مستر أحمد اللي هو أنا بقول فيه I was told، أنا أخبرت ذات مستر أحمد had bought، اشترى إيه؟ اشترى موبايل. تعالى ندي مثال أقوى شوية وبص كده What is the difference؟ يلا بقى شو the difference؟ وضح الفرق هتفهم. لما اجي اقول لك ايه when I reached، لما انا وصلت the office المكتب اللي بشتغل فيه، the manager المدير left المدير مشي. طب لما تيجي تقف على الزمنين past simple past simple. طب ما تيجي نعمل حاجه تانية when I reached the office، لما وصلت المكتب the manager المدير had left. انت شاطر انت فاهم. تعال نعمل ايه تحليل للكلام. مش هو مش الاول وبعدين second، انت عملت ايه؟ وصلت. جميل. طب تيجي فوق انت first عملت ايه؟ وصلت. هو second عمل ايه؟ مش يبقى انت لما وصلت هو بيمشي مثلا at the same time I saw him، شفته كلمته. لكن هنا يعني so sorry انا اسف يعني دخلت الراجل كان ماشي، ايه الدليل؟ I didn't see him، لم استطع رؤيته. انا لم استطع ايه؟ رؤيته. طالما انا ما شفتوش يبقى الفيرست اكشن هو ايه؟ ماضي تاني. حلو الكلام. الله ينور عليك. طب ما تيجي نقول مثال تاني ساعات نجيبها كده بطريقة يعني ساعات ايه نحفظها للطلبة، احنا مش عايزين نحفظ احنا عايزين نفهم. بص الجملة اللي جاية بقى، اجي اقول لك ايه وين، مش اتفقنا؟ ملعونة هتضايقك هتقرفك. وين اي وينت هوم، وينت باك هوم، لما رجعت بيتي. لاست نايت، لما روحت امبارح. تابع معايا بقى ترتيب الاحداث عشان تعرف يعني ايه الفيرست اكشن، عشان تعرف يعني الحدث الاول. لما رجعت بيتي بالامس I found out، اكتشفت discovered عرفت توصلت الى realized ادركت that someone، ان شخص ما had stolen my wallet، حد عمل ايه في المحفظة؟ سرقها. طب بالله عليك مش انت لازم تتسرق؟ ها فرست اهو، مش انت لازم تروح؟ ها اخيرا اكتشف. بص بقى ينفع انا اقول لك بقى لما تلاقي في نص الجمله realized او found out او discovered هات وراها، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش خالص، انت بتاخدها بالميننج. بص كده تسلسل الاحداث، اديتك مثال بتاع مستر احمد بتاع شراء الموبايل، اديتك مثال تاني بتاع المانجر المدير اللي ما شفتوش، اديتك مثال تالت على فكره واحده الا وهي انه الحدث الاول او الحدث الاقدم غيره. تعال بقى نشوف الاستخدام الثيرد، الاستخدام الثالث، وده الاهم وده نقطه الاسئله. الاستخدام الثالث يستخدم مع بعض الروابط. طب ما هو بيستخدم مع الروابط، اسمها ايه الروابط دي؟ اسمها الروابط الزمنيه التايم كونجنكشنز، عشان برضو الروابط الزمنية تثبت نفس الفكرة ألا وهي أنه الفيرست أكشن. تعال نرصه براح أفتر، قلناها فوق، قلناها مع الماضي البسيط. طب أفتر بتساوي، تفرض مش لقيها في اللي تشوز، بتساوي أس سون أس. طب ما لقيتش أس سون أس، ألاقي وانس. كلمة وانس معناها بمجرد، ده غير وانس ابونا تايم اللي هي ذات مره للقصص والحكايات. يبقى افتر او اس سون اس او وانس او ذا مومنت، لحظه ما حصل كذا، او زي ما اتفقنا. ها يلا نقولها مع بعض وكل شويه تتكرر كلمه ايه وين. ها ماشيه معاهم اهو، شوف انا جايبها في مثال عامله ازاي، وراها باست سيمبل. ها والناحيه الثانيه باست سيمبل، شوف الباست بيرفكت فين، مرنة بتعتمد على معناها. لكن هنا زيهم افتر او as soon as او once او the moment او when. ولازم برضو اركز ان في subject، يعني
فاعل افتر اي هاد دن او اي هاد ريت بعد ما كتبت افتر اي هاد ريت ماي هوم وورك بعد ما كتبت واجبي ده الحدث الكام الاول الفيرست طب زمنه ايه باست بيرفكت يبقى انا لو جبت في التشويس اي واحده من الثلاثه اذا كان افتر الخمسه افتر از سون از وانس از مومنت وين اخد وراهم ايه يا اولاد ماضي تام افتر اي هاد ريتن ماي هوم وورك بعد ما كتبت واجبي اي سليبت عملت ايه نمت ده الحدث الكام تاني طب ما احنا اذكياء ما تيجي نعمل كده نجيب الرابطه في النص اقول ايه ها يلا اي سليبت ها قولوا افتر او اسون اس او وانس او ذا مومنت او وين اي هاد ريتن ماي هوم وورك يبقى عايزين نقول جم في الاول جم في النص وراهم ماضي تام يبقى تاني جم في الاول جم في النص وراهم ماضي تام حلو الكلام يبقى جم في الاول التكرار بيفيد الشطار جم في الاول جم في النص يجي وراهم ماضي تام حلو الكلام طب ما تيجي نمسح الفاعل مع افتر زي ما عملنا مع وايل هتبقى ايه يا اولاد افتر رايتنج رايتنج يس اعمل ايه في الفعل احوله جيراند فيربو فيه اي ان جي افتر رايتنج ماي هوم وورك بعد ما كتبت واجبي اي سليبت عملت ايه نمت طب ما انا ممكن اعكس اقول اي سليبت انا نمت افتر رايتنج يبقى جت في الاول جت في النص ما فيش فاعل احط اي فيربو اي تاني جت في الاول جت في النص ما فيش فاعل احط جيراند طب ما تيجي نعكس القاعدة أحط بنت خالتها before أو by the time يحصل إيه؟ لما دي معناها إيه؟ قبل دي معناها إيه؟ دي معناها بعد دي معناها إيه؟ قبل أعمل إيه؟ أعكس أجيب الحدث الكام؟ التاني أقول إيه؟ before I slept قبل ما نام عملت إيه في الأول؟ I had written قبل ما نام اي هاد ريتن ماي هوم وورك وزي ما عملت مع افتر عايز احركها في النص اقول ايه اجيب الحدث الاول اشده في الاول اقول اي هاد ريتن ماي هوم وورك بيفور او باي ذا تايم اي سليبت يبقى انا جبتهم في الاول جبتهم في النص وراهم ماضي بسيط طيب واحنا بنمسح يا اولاد اتفقنا ان افتر الاعاده افاده او اس اون اس او وانس او ذا مومنت او حتى وين اجيب وراء حدث اول هاد ريتن ثم الحدث الثاني سليبت احنا شغالين على الكتابة والنوم طب عايز اشيل الفاعل احط فيربو في اي ان جي طيب عايز استخدم بيفور ايه اللي هيحصل اروح عاكس بيفور اي سليبت قبل ما نام ايه اللي حصل اي هاد ريتن يبقى افتر عكسها مين بيفور طب ما تيجي نعمل نفس الحركة اللي عملناها مع افتر نعملها مع بي فور بس على الحدث الكام تاني التاني بي فور سليب هتبقى ايه ردوا بي فور سليبنج التانية كانت ايه يا مستر احمد افتر رايتنج بقت بي فور سليبنج يس او قبل النوم ايه الفيرست اكشن ها ردوا اي هاد ريتن My homework. قبل النوم كتبت واجبي. طب ما تيجي نكتب واحدة تانية من الروابط قوية ومفيدة وتفيدك. ألا وهي تل أو أنتل. بس في ميزة في تل أو أنتل. إن أنت بتعمل نيجاتيف. بتنفي. فأجي أقولها إزاي بقى؟ إحنا بنقول إن الحدث الأول had written. الحدث الثاني slept. تعال ننفي. إحنا ننفي الحدث الثاني. واحنا اتفقنا ان الباست سيمبل لما جه فيه ام فيه بديدنت يس ديد يو جو نرجع بقى بص الازمنه بص باست سيمبل باست كونتينوس ليهم علاقه ببعض لازم تتقن الجرامر عشان تعرف تعمل ترانسليشن صح تعال ننفي اي ديدنت ها لما بدات في الاول ديد يو جو يس اي ديد نو اي ديدنت بص الهيلبنج فيرب بص الفعل المساعد الاوكزيلري فيرب الفعل المساعد بص الفعل المساعد I did not اعمل ايه ارد الفعل ايه لا اصلا I did not sleep انا ما نمتش
ها تل او انتل. ساعات في السبيلنج بنغلط في تل وانتل، هم اولاد خاله. تكير انا عارف انت عايز، وانت بتكتب جرامرك في جمله مفيده في الترانسليشن وفي الاي سي، انا عايزك ما تكتبش سبيلنج غلط، عود نفسك على كده. ماسك التابلت في ايدك، الامتحان طبعا بنسبه كبيره هيبقى زي ما سمعنا انه هيبقى تاب، هيبقى وراكي بقى تاب، مش قصتنا. انت بتكتب سبيلنج صح. بص، تل او انتل، ايه الفرق؟ دي بقل واحده. جميل. دي ايه؟ اتنين ال، دبل ال، خد بالك. ملحوظه يعني. I did not sleep till I had till I had written my homework. ها؟ حتى لما تيجي تترجمها تحس انك مرتاح وانت بتترجمها. انا لم انام حتى انتهيت من كتابة الواجب. وممكن تقولها ما نمتش الا لما كتبت الواجب. كتبت الواجب. طيب، ما احنا عايزين نعمل جملة مختلفة خالص مش تبع الحوار. وزي ما مستر احمد اول مرة يسمعها مني قلنا عليها ملحوظة نوت. كلبوظة. كلبوظة. حفظها مستر احمد. اتمنى كده باذن الله ولادي يكونوا مرتاحين معايا في الشرح، وتكون ايه افكاري واصله ليهم، ماشيين بهدوء. ما تيجي، هو الباسيف جاي جاي، المبني للمجهول، بس تعالى نحط تل وانتل في الباسيف في جمله تانية مختلفه خالص. المبني للمجهول، انت عشان تبني للمجهول ابدا بايه؟ بالمفعول. الا وهو الفود، الطعام. عشان ابني للمجهول في البسط في الحدث الكام؟ التاني. هنا قايل ايه؟ didn't. لان بادئ بايه؟ بالسبجكت. الطعام was not eaten was aware will be be. الطعام لم يؤكل. ده الحدث الكام؟ التاني. بادئ بايه؟ food. حاطط ايه؟ wasn't. تصريف ايه؟ منفيه. زي ايه؟ بص بقى الفرق في التشويس، فاعل مفعول مهمه جدا. ممكن تيجي 2021 في التشويس، خد بالك معلومه. الطعام لم يؤكل تل او until until my mother، الا لما امي had cooked it، طهيته. مش لازم تطهي الاول وبعد كده يتاكل، يبقى ما تاكلش الا لما تم طهيه. يلا بقى عشان ايه ننهي الكلام، ركز. no sooner او hardly او سكيرسلي. احضر روابط، ركز، مهمه جدا. اسمها ايه تاني يا اولاد؟ no sooner او hardly او scarcely. معناهم لم ياكد بالعرب. انا مطالب كقاعده احط وراهم هاد. انت ورا افطر بجيب فاعل، هنا بتجيب هاد. وساعات احط ديد. ايه ده يا مستر؟ يعني انا الفعل المساعد ممكن يبقى هاد او ديد؟ هاد بتاع القاعده، ديد ده بتاع الماضي البسيط. هقول لك ليه. no sooner had I، ده ايه يا اولاد؟ السبجكت. no sooner had I written. طب انا جبت هاد معاها ايه؟ ها؟ تصريف ثالث. تمام. طب لما اجيب ديد اجيب مصدر. بص، no sooner hardly scarcely had I written did I write my homework. لم اكد اكتب واجبي. الإعادة فيها إفادة. no sooner وهاردلي وسكيرسي أحط وراهم هاد أو ديد. هتاخد تصريف تالت. إيه اللي فصل؟ سبجكت. السبجكت. طب ديد واخدة رايت مصدر. طب no sooner لو في تشويس في النص بين الجملتين no sooner تاخد زام. طب هاردلي أو سكيرسي تاخد وين؟ أنا مش هكتبها مرتين. تاني no sooner than ها ركز hardly scarcely when لم اكد اكتب واجبي than I slept حتى نمت. هتقول لي طب ازاي تيجي ديد؟ اقول لك اصلا مش هنفضل بقى نقول ملحوظه كلبوظه ملحوظه. احنا ممكن نقول كده after في الاساس او as soon as after I wrote my homework. ايه ده مستر؟ هو انا ممكن اخلي الباست سيمبل يشتغل كحدث اول؟ يعني يكون بديل لهاد ريتن؟ مش غلط.
طب افرض جم مع بعض في التشويس، افرض فيه هاد ريتن وافرض فيه روت، اخد هاد ريتن الاقوى. طب عند عدم وجودها مين هو الالترنيتيف البديل السبستيتيوت بتاعها؟ يبقى الباست سيمبل ممكن يلعب نفس الدور. طيب تمام بصراحة. شكرا يا باشا. نهلي. اتفضل يا حبيبي. حبيبي يا باشا. انا كنت في اي ملحوظة سريعة معاك؟ لا هو بس انا كنت حابب اقول نركز في الفكرة دي بتاعت ان الحدث الاول ممكن يشتغل باست سيمبل او يشتغل باست بيرفكت. طيب احنا عايزين في دقيقتين كده سريعا تلخيص اورال كده للايه للثري تنسز اللي احنا خدناهم. حاضر. احنا فضل. احنا الباست سيمبل والتصريف الثاني للفعل. جميل. كلمات الداله يسترداي ولاست. حدث انتهى في الماضي. ويستخدم للقصص والحكايات. جميل. يستخدم للقصص والحكايات. وفي ميزه بيجي مع قاعده اف حاله ثانيه ويجي مع افتر وبيفور وتل وانتل. الباست كونتينوس حدث كان مستمر في وقت محدد في الماضي، او حدث كان شغال وحدث قطعه. وايل اي واز رانينج، وانا بجري اي فيل داون وقعت. او اشيل الفاعل مع وايل، او الوايل رانينج اثناء الجري. وناخد بالنا ان وين مرنة ممكن اقول ايه؟ اي واز رانينج، انا كنت بجري. وين اي فيل داون، لما وقعت. الاقوى هو الماضي التام بقى، هادو البي بي. والماضي التام يعتبر هو الحدث الاول بدليل افتر اي هاد ريتن، بعد ما كتبت اي سليبت. ولو ما احب فيه احط في النص تل وانتل. اي ديد نوت سليب، انا ما نمتش. تل اي هاد ريتن الا لما كتبت. واخيرا اخر واحده فيهم اللي هي نو سونر فيها ميزه عن افتر. ايه ميزتها؟ بحط هاد قبل الفاعل. فبدليل بقول نو سونر هاد اي ريتن ماي اون ورك ذان اي سليبت. جميل. بصراحه شرفتنا وحلقه من الحلقات الشيقه ونورتنا، ونتمنى نشوفك باستمرار مع طلابنا الاعزاء. تمنياتي القلبيه بالتوفيق دايما لكل طلابنا الاعزاء. شرفتنا بصراحه. الله يعزك يا باشا. شكرا. الخير.